اسمعنا يا رب ارحمنا، اغفر لنا خطايانا، ارفع غضبك عنا، امين. كيريا إليسون، كيريا إليسون يا رب ارحم. كيريا إليسون، كيريا إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون، كيريا إليسون ارحمنا يا الله. كيريا إليسون، كيريا إليسون يا رب ارحم. كيريا إليسون، كيريا إليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا إليسون، كيريا إليسون ارحمنا يا الله. كيريا إليسون، كيريا إليسون، كيريا إليسون، إليسون، كيريا إليسون. مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطيهم كلهم الأجر السمائي. هذه القرابين المقدسة الكريمة تقدمت الذين قدموا يا رب الرحام. هللو يا جيف مافي إن أورومي إف إي أوني داك بولي. شايناك نيسي سياني بروز فورا شوبو إيروك ألي يسوع بنوتي نوتا مين سمارو تنجيف نوتا ميون بيبان دكراتور آمين سمارو تنجيف بمونو غنيس انشير يسوس بن خريستوس بن شويس آمين سمارو تنجيف ابن ما يسوع بن بارك لي آمين.
آجيوس أوسيوس آجيوس إن ابن ماجيون آمين فلوجيتوس كيريوس أوسيوس إستوس إونس آمين نيس نوس تيروس مو إبشوس مارو إسمورو إنجيليلا أوس تيرو جابف مايتا غروري إيغون وانت مسمين تبشوس شوب شاين آمين هللويا سبت ريك ايوك اغيوم نغما تي كنين كعين كستوس اون استون اونون امين هللويا شليل فلوجيسون ايبي بروسف كريستوس ايتي ايرني باسي طب نغماتي سو مارن شبه موتون تطفن برر بس ناني فوين نيتم نوتي يوتم بن شيسو وبن نوتي ونسو تير سوز بيان خريستوس جيه فرسك بازي نيقون اف ارفوي سينيرو نفاري ايرو نفشوب تينيرو افتاسو ايرو نفتي توتين افن دين شاري يطاي اونو ساي انسوف اون مارن تيورو فوبوس انتباري ايرو نخم بايس او افاي نمني وترون تبنون خنيرين فين جيب وان دكرتو أوريب شويس بن نوتي وان سيبك صاستي بريالايسون إفني بشويس نوتي ببان دكرتو رفيوت من شويس وبن نوتي وبن ستير يسوس بي إخريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال أنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة لك ارحمنا الله تراف علينا واسمعنا وعيننا واقبل إليه سؤالة وطلباتك الديسي منهم بسرعنا في كل حين واجعلنا مستحقين أن ننال من شرك الأسوار المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة كل عمل الشياطين مؤامرات الناس الأشرار كامل عداخب وظاهر انزع عنا وعن سري شعبك وعن هذه المائدة المقدسة التي لك وعن موضعك المقدس هذا نيزيس نونيف نمنيتر نمرساني مونان جنسوك بياتك تنبرشيش ناني ومجني وفنمنيت شيل نمجن تقوم ترس انت بيقاجي ولا تسخن
يا رب خدام هذا اليوم القس وشوامسة في رؤوس كل الشعب يكون محيي فم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الشعوب في 12 رسول النار الانجيل مرقس الرسول البطريرك القديس يوسف عمر عمد الزخورس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس ختم شهادة الكهنة القديس يوحنا زيبر فم القديس كيريس والقديس باسي والقديس غوريوس فم 312 المجتمع 150 بالقسطنطيني متم أفس فم أبينا المكرم الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا تيموساوس ومن فم حقارتي لأنهم مملوء مجد اسمك القدوس في صامنك طوب نغماتي إن صنتي شوري إنهم فنتي بارثنون بس أروماتا صوتي امنو حقا النوبينا Marcos
بيابوستولون سيب شوي ساريمون تنارم بيكو إبولين تنين نو بيه أنت بأرشي Tenni sienten aslo forosem martiros vechoisem oro George o Theodoros venstrantiletis filuventin Mercurios abaminenten infoyet Estinos veremon senae vincoi sare montan bico e volen tene novi tenni si anteni Hiteni shienteni nyonti ezo aben batre yarshins avathanasyons biavon stonikos nemavan kirellons vistilos tevinatin dios koros ipchipsin teoros odonxeia avakirellos bimasoe Pechoin sanemot nan biko evolin teni novi hiteni siente na shoy senioti emaino shiri avan konio nemava bavlin emava bakonio men bishon tesoad materio sava shenote varshemane Hiteni shiente na shoy senioti emaino shiri avavin shoy nemavavle nembigori et oeb avamosi Avaithidoros, biberis viteros, maximos, nemdomedios, avarsenios, avaioennis vikolovos, avasamuel biomolo, getise vichoi, saremot narbiko, evolin tenin novi. Siente beniotes o avendi che o savate vite o venios deve cioi sarem arbe coe volente nel novi Hiteni siente biarsi zeia conentes maro ot habib Gerges birefti es voe vichoi saremot nan biko evolin tenin novi Hiteni sienteni es o avente bat e o vi o vai vi o vai kata bevrane vichoi saremot nan biko Hiteno em shiare bon chem ben yoten ta yoten arshi erev se baba ava ta wadoro se vichoy saremot nan biko evolin tenin novi Hiteno em shiare bon chem ben yoten
يوتين أغاثون نيم بيبن مايتو وام جياكي أشتوتي مون نينا البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين بركاته علينا أمين. فتفكروا في الذي احتمل هكذا من الخطاة المقاومين لنفوسهم وحدهم لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، فأنكم لم تقفوا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم التعليم الذي خاطبكم به كبنين: يا ابني لا تحتكر تأديب الرب ولا تخر إذ وبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويضرب كل ابن يقبله. فاصبروا على التأديب فيكلمكم الله كبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. ولكن إن كنتم بلا تأديب المشترك فيه للجميع، فأنتم إذ نغول لا بنون. ثم وإن كان لنا آباء جزدان يوم مؤدبين كنا نستحي منهم، أفلا نخضع بالأولى لأب الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبونا أيام قليلة حسب إرادتهم، وأما الذي فلمنفعتنا بالأكثر لكي ننال من قداسته. ولكن كل تأديب في وقته الحاضر لا تجد للفرح بل للحزن. وأما أخيرا فيعطي الذين تدربون به ثمر بر للسلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والأرجل المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يميل الأعرج بل بالحرية يبرأ. اسعوا في أثر السلام مع جميع الناس، وأيتم في الطارة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نعمة الله الآية فلتحل على روحنا يا أباء أخوات الجميع أمين. كاسيليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا أمين. يا أحبائي لا تستغربوا من البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلان مجده أيضا. وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأنه ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو كناظر إلى ما ليس له، ولكن إن كان مسيحي فلا يخجل بل يمجد الله بهذا الاسم، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان قد ابتدأ أولا منا فما هي عاقبة الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البر بالجهد يخلص فالخاطي والمنافق أين يظهران؟ فإن الذين يتألمان كمشيئة الله فليستعدوا أنفسهم لله الخالق الأمين في عمل الخير. لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي شهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين. Hey.
مشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وأما شاول فكان يضطهد الكنيسة وهو يدخل البيوت ويجر رجالا ونساء ويسلمهم إلى السجن. أما الذين تشتتوا كانوا يجرون مبشرين بالكلمة. فانحدر فيلبس إلى مدينة من السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح. وكان الجموع يعظون بنفس واحدة إلى ما يقوله فيلبس عند استماعهم ونظرهم الآيات التي كان يصنعها، لأن كثيرين من الذين بهم أرواح النجسة كانت تخرج صرخة بصوت عظيم، وكثيرين من المفلوجين على الأرض كان يشفيهم. فكان فرح عظيم في تلك المدينة. وكان قبلا في تلك المدينة رجل اسمه سيمون يستعمل السحر ويدش كل شعب السامرة قائلا إني أنا عظيم. وكان الجميع يصغون إليه من كبيرهم إلى صغيرهم قائلين هذا هو قوة الله العظيم. وكان الجميع يصغون إليه لأنه أقام بينهم زمانا طويلا يضغيهم بالأسحار. ولكن لما آمنوا إذ بشرهم فيلبس بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا رجالا ونساء. وسيمون أيضا نفسه آمن. ولما اعتمد كان يلازم فيلبس وإزراء آيات وقوات عظيمة تجرى على يديه اندهشة. لم تزل كلمة رب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بعث الله المقدس آمين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لم تزال كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة للنفس الأخير أمين. اعلموا يا أبايا أخواتي الأحباء المباركين أنه اليوم 5 مسرة 1739 للشهداء أحسن الله استقباله، أعادوا علينا وعليكم وأنتم في أمثال أمثاله، وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأسام والزلات من قبل مراحم الرب ورأفاته. ترحمنا وترحمكم يا أبائي وأخواتي الجميع أمين. في مثل هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار نياحة القديس العابد يوحنا الجندي. ومن أمره إنه ولد من أبوين مسيحيين، ولما كبر وانتظم في سلك الجندية وصار مرافقا للإمبراطور يوليانوس الجاحد فأرسله لاضطهاد المسيحيين. وكان يتظاهر أمام الجنود إنه يحارب النصارى، ولكنه في الحقيقة كان يدافع عنهم ويعاملهم بالإحسان ويقضي حاجة المحتاج منهم.
ومع هذا كان مداوما على الصلاة والصوم وعمل الصدقات عائشا عيشة الأبرار. ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام، وقد أظهر الله من قبره آيات كثيرة. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين. Agios asanatos o ekbarthenu genesin selen sonime. Agios oseos agios esheros agios asanatos stavros izimas eleisonime. Agios onseons agios esheros agios asanatos o anastan sekton nekeron ki anelson estos oranos en ensonime. Doxa vetrikeio ke ageio pneumati kenin ke ai Christos eonos ton eonon amina gatrias eleison imes levlogeson evebros shestasite es muerini pasi etogne mati يا سيد الرب يسوع المسيح لنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطبع أنكم لا تبصر أذانكم لأن لا تسمع فلنستحق أن نسمع عن بنجيلك المقدسة بيت البط قديسي. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. يا رب رحم. أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصولا نذكرهم في صلواتنا الباطنة التي نرفع لك الرب إلهنا. الذين سبقهم فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك يا رب اشفيهم. لأنك أنت حياتنا كل رجاءنا كل شفاءنا كل خلصنا كلنا قيامتنا كلنا نفران ام مشوي سنداني قوم كيريا فلوغسون توكاتا متسي اوناغي ايو افانجيليو توانا غنوزما وصاصين كيري الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من إنجيل معلمنا مار متى البشير التلميذ الطاهر بركاته أبينا داود النبي الملك بركاته على جميعنا كثيرة هي أحزان الصديقين من جميعها ينجيهم الرب
يحفظ الرب جميع عظامهم وواحدة منها لا تنكسي. باسم الرب إله القوة ربنا وإلهنا ومخلصنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. يسوع يطوف في كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل وجع في الشعب فزع خبر في جميع سوريا فأحضروا إليه جميع السقماء بالأمراض والأوجاع المختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم وتبعوا جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. لما رأى الجموع صعد إلى الجبال فلما جلس جاء إليه تلاميذه ففتح فوعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى للأنقياء القال لأنهم يعاينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم أنتم ملح الأرض وإذا فسد الملح فبماذا يملى لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعون على المنارة فيضيء لكل من في البيت فليضيء نوركم هكذا قدام الناس كي يروا أعمالكم الحسنة يمجد أباكم الذي في السماوات والمجد لله
آمين. اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. دستور الحياة المسيحية وأسمى التعاليم التي خاطب بها رب المجد يسوع كل الذين أتوا من ورائه كي يسمعوا كلمات الحياة الأبدية. وزي ما حضراتكم سمعتوا دلوقتي في فصل الإنجيل معلمنا متى البشير في الإصحاح الرابع يكلمنا عن ناس كتير جدا من السقماء بالأمراض، الناس اللي مليانة مرض ووجع ومصروعين ومفلوجين. يمشي الواحد من دول وراء الشفاء الحقيقي وينال هذا الشفاء وهذا الدواء من رب المجد يسوع. ربنا يسوع لما لقى ان الجموع كترت حواليه استغل الفرصة. خلي بالكم يا احبائي، اهم ثلاث احداث في حياة رب المجد يسوع كانوا فوق جبل، في جبل التطوبات زي ما سمعتوا دلوقتي. تقروا في إنجيل معلمنا متى في الإصحاح الرابع والخامس والسادس والسابع، الفصول دي تقرأ الموعظة على الجبل. والموعظة على الجبل مش التطويبات بس، في حوالي أكتر من 22 أو 23 جزء في هذا الفصل من الإنجيل بيتكلموا عن العظة على الجبل وتعاليم ربنا يسوع اللي هي بالحق دستور الحياة المسيحية وتكميلا للناموس. وتاني حاجة أحبائي على جبل التجلي، وده إعلان تجلي ربنا يسوع بنعمة ربنا، عيد التجلي يبقى السبت الجاي زي بكرة. وعلى جبل الجلجوسة يتم الفداء، وده الجبل الثالث اللي فيه أحداث تجسد ربنا يسوع. النهاردة ربنا يسوع يعلمنا تطويبات ويقول توبة، يعني يا بخت ويا سعادة الإنسان اللي يسمع هذه التطويبات ويعيشها. ولما نيجي بمناسبة ان احنا في صوم من الست العذراء، التطويبات تنطبق بالأكثر على حياة من العذراء، ولهذا بنمجدها ونكرمها ونضعها على رأس قائمة القديسين وكل الطغمات السمائية، لأنها استحقت أن تنال هذه التطويبات وتعيشها. من بعض الأمثلة مثلا يقول لك كده طوبى للمساكين بالروح، وهي كانت تعيش هذه المسكنة وهذا الاتضاع لما يجي لها الملاك يقول لها أن يحل عليك الروح القدس والمولود منك قدوس، تقول له ليكن لي إيه كقولك. هذا التضاع بالحق. طوبى للحزانة، ست العذراء حزنت كأم وقالت كده العالم كله يفرح لقبول الخلاص، وأحشائي مالها تلتهب عند نظري إلى صلبوتك. نقية القلب، لما الملاك اتكلم معاها قالت له كيف وأنا لست أعرف إيه رجلا، إنسانة صانعة سلام. عندما ذهبت لأليصابات ارتقد الجنين بابتهاك فين؟
في بطنها حينما صار صوت سلامك في أذني. كانت إنسانة صانعة سلام، كانت أم رحيمة. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. لما راحت عرس قانا الجليل صنعت رحمة، سطرت على عيوب ومشاكل أصحاب الفرح. الأم العذراء مريم والدة الإله لم نستطيع أن نسرد صفاتها الجميلة في هذه التطيبات، لكن يا أحبائي كانت نور وملح للعالم. هل أنت هكذا أيضا؟ هل إحنا أحبائي لما بنسمع هذه التطويبات التسعة اللي إحنا سمعناهم دلوقتي بنحاول إن إحنا نقتني واحدة أو اتنين منهم؟ كل واحد فينا يراجع التطويبات دي لما يروح البيت كده ويشوف كم واحدة من التطويبات دول هو عايش في سكتهم. وزي ما قلت لكم من بارح بالليل في العشية، اوعى حد يسرق اكليلك، خلي عينك على السماء. بزعل جدا لما الاقي الناس تيجي الكنيسة كما لقوم عادة، وفي ناس عايشة كما لقوم عادة. سلام محب اسمك حبيبي. خلي دايما عينك مع السماء، وعلموا ولادكم ازاي يعيشوا السماء على الارض. بلاش يا أحبائي نكون بنعيش في الكنيسة الجو العام الروحاني الروتيني. أنا رايح القداس، رايح أصلي وقاعد شوية على الكنبة وعلى الدكة، وبنام وبصحى وبقوم شوية وأخرج ألعب. في أطفال تخرج تلعب برة وتدخل. طب هو ده لما يكون من السن ده بتلعبه كده وتعمله بالطريقة دي؟ ده لما يكبر هيعمل فيك؟ خلي بالكم. امبارح شفت بعض الأطفال الصغيرة كده بتلعب في الحوش، تيجي الأم بعد كده تشتكي، يا أبونا الولد ده صعب ما بيجيش الكنيسة. ما هو أنت ما زرعتيش فيه الكنيسة، واللي ما يتزرعش فيه شيء من الصغر صعب جدا جدا أنك أنت تعلمه له في الكبر، وبقى موضوعه صعب جدا وعايز جهاد. خلي دايما حياتكم تكون حياة مسيحية حقيقية. اسمعوا دستور هذا الحياة وتعلموه وعيشوه كيما ترثوا الأبدية. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وكل أوان وإلى ظهر الدور، آمين. O tin shoy sin tiren ti se o to kons mare yas ma ben ben so tiren ti fkani no vina ne vol to be mem shoy se re gon o bi aslo foron se martiros filo ben tirmen Koreios entefkanin novi nane vonje fes marotin jen Tentiones En sofes ebros homen Kireleison, kireleison Chonom esmi Belhaqiqatin omen Beilahin wahid Allah ilam Dabit al-kul Khalik al-sama wal-ard Ma yira wa ma la yira Nomen berabbin wahid Yesu al-Masih
ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لا في جوار، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجل نحن البشر، من أجل خلاصنا، نزل من السماء، تجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنى الصلب عنا على عهد بلاط الصلبونتي، تألم كبرى وقام بالأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس الممكن كذا نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب بثق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والاب ناضج في الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامعه رسوليه ونعترف مع معموديه واحده مفرد الخطايا تنتظر قيامه الاموات وحد التامين تنجوش تيفول خايت انت يا ناستانسين سنتين رفمون من بيون خنت بيون اسنيون آمين. اسمه إريني باسي كتب نعمتي يا رئيس الحياة وملك الدهور اللهم يا من تكسو له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض الذي الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه الذي تمجده الأجناد الملائكية والطغمات السمائية والطبائع العقلية بصوت لا يسكت ناطق بألوهياته وإذ سررت بنا نحن أيضا الضعفاء الأرضيين أن نخدمك لا من أجل نقاوة أيدينا لأننا لم نفعل الصلاح على الأرض بل مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك اقبلنا إليك أيها الصالح محب البشر استدنوا من مذبحك المقدس ككثرة رحمتك واجعلنا أهلا للسلام السماء اللائق بلاهوتك والمملوء خلاصا لنعطي بعضنا لبعض بمحبة كاملة ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة الله من أجل السلام الكامل مخافتك ولا بفكر غاش مملوء من شر الخائن غير متفقة نيتنا في الخبز بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الوحيد ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا لأنك أنت العارف كخالق قبلتنا إنه ليس مولود امرأة يتذكى أمامك فاجعلنا إذن أهلا يا سيدنا
بقلب طاهر ونفس مملوءة من نعمتك أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصاعدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية صفحا لذلاتنا وغفرانا لجلات شعبك لأنك أنت إله رؤوف ومتحني. افرحي تسبحه اسكتوا
كل السماء والأرض مملوءتاني من مجدك وكرامتك. نسألك أحبار ثبته على كرسي وشريكه في الخدمة ليا أبينا الطبا والبر أنبا تيموسا أسكوب نسبته على كرسي. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الراس، قفوا بخوف ورعدة ولا شركم زرون انصت هي تنبرز فيا تاتي ساوتو كورس سواب ماريا شوي صريم نانم بكوي فولن نوفي تنوش تمكو بخرس نمبك يوتنا غصوص نمبب نم إسو ورجعك إياك صوت يمون إليوس إرينيس ابن ابما ا 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
Oh.
قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس الناعي، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس الناعي. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة ماريا. وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم بذل ذات فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل للجحيم من قبل الصليب. حقا في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، وحدد يوما للمجازاة، هذا الذي سيظهر في اليدين المسكونة بالعد ويعطي ويجازي كل واحد كحسب أعمال كرحمتك يا رب وليس كخطايا وضعنا
لنا هذا السر العظيم الذي لطاق، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطباويتين المحييتين، نؤمن أن هذا هو بالحقيقة السماء لك يا الله أبا وسيد كل أحد وشكرا آمين وباركه آمين وقدسه تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي، جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. وهكذا أيضا الكاس بعد مزجها من عصير القرمة والماء وشكرا آمين Agios masitis un apostolos esoa evo goemos gozon shrabu menokollokum
لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري وهذا هو أيضا بالحقيقة لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن صعودك إلى السماوات نعتا أعرف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ذكرى آلام مقدسة وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السماوات وجلوسي عن يمينك أيها الآب وزون الثاني الآتي من السماوات المخوف في المملو مجدا نقرب لك كروبينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال نسبحك نباركك نخدمك نسجدك أدلك أنصت آمين وبيعك من النوايف صوم إبوة إن طاف في ضعت يا أمين الله باي إبوة انت تزيازي كمفري
المسيح يعطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب سلك أيها المسيح إله نثبت أساس الكنيسة. يا رب ارحم وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. كيري إليسون لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى. يا رب ارحم الرائد ثم الذين أرعونهم ثبتوا. كيري إليسون أعطي بهان للكليروس نسكا للرهبان والرهبة. يا رب ارحم نار للذين في البتولي حياة صالحة للمتزوجين. رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء. يا رب ارحم للفضلاء معونا للمساكين. نجاحا للطلب عملا للمحتاجين. يا رب ارحم اشيوخ ومن الذين في الحداثة يدبوا. كيري إليسون المؤمنين ردهم لتنقض افتراقات البيعة. يا رب ارحم لتعظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا فيه وحدانية التقوى. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اجعلنا مستحقين كن يا سيدنا ان نتناول من قدساتك انفسنا اجسادنا ارواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نصيبا امراه مع جميع القديسين الذين ارضوك منذ الباد. اذكر يا رب سلام كنيستك الوحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه. يا رب ارحم هذه التي اقتنتك بالدم الكريم الذي لمسيحك حفظ بالسلام وجميل ثقف الارثوذكسيين الذين فيها. واولا اذكر يا رب رئيس كهنتنا البابا المعظم الانباء تادروس الثاني وشريك في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنباء تيموثاوس. يا رب ارحم والذين يفصلون كلمة الحق باستقامة بكنيستك المقدسة عن إرموقاتك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. يا رب ارحم كل الخدام وكل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الآن ضابطا الكون. اذكر يا رب خلاصة الموضع الذي لك وكل المواضع وكل ديرة ابائنا الارثوذكسيين. يا رب والساكنين فيها بإيمان لا شك
أن شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك ومعك إلى الآب قائلين ارحمنا 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 يا الله مخلصنا ارحمنا 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 يا الله ثم ارحمنا يا رب ارحمنا انعم على شعبك بوحدانية القلب اعطي طمأنينة للعالم ماذا كان حسن للهوى تفضل يا رب يا نار في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم سعدك مقدارك نعمتك فرح وجه الارض يروح ارسال تكسر اسمارها أعدها للدرى والحصاد ودبر حياتنا كمالك بارك اكلين السنة بصلاك نغر فقراء شعبك من أجل أرمالة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا سب صلاك يا معطيا طعاما لكل جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة تقدماتنا والذين قدموا يا رب نيم ابن ما اثنين تفقو كيف الخنف ما آتي إن هو دي سيس أوا باسمي وين تم برسينو سن سيوني فين تي سيو تكو سيس أوا تي آقي يا ماري بلغوس خن أمي اسمي والقديس يوحنا الصابغ الصابغ وشهيد والقديس فانوس راي شمام سون الشهداء ناظر الانجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهد
والبطريرك القديس ونسو معلم ناديوس كورس والقديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس رئيس الكهنة خاتمي شهداء والقديس يوحنا ذا بيفهم والقديس يودوسيوس والقديس أوفينوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرينوس والقديس باسيليوس والقديس أغريغوريوس الناطق بليات والقديس أغريغوريوس الصاعد العجائب والقديس أغريغوريوس الأرماني والثلاثة مائة ثمانية عشر مجتمعين بنقيا والمائة خمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسوس أبو نصير أمبانتونيوس والبار أمبابولا الثلاثة أما مخرة القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبو نحنس الكموس وأبو نبي شوي البار رجل الكامل الذي غث القدمي مخلصنا الصالح وكل مصافي قديسيك أولئك الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معاً وانقذنا من أجل اسمك القدس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء بين البطارق القديسين الذين ركضوا ربنا احنفسهم أجمعين واغفر لنا خطايانا بركاتهم المقدسة فلتكون معنا آمين المجد لك يا رب يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا اثنياه في الإيمان بالمسيح منذ البدء اذكر يا رب نفوس عبيدك المرحوم سمير جرجس بخوم عادل ويليام عطية بسيني عاطف وديع ريمون جورج مينيس غطاس سليمان إبراهيم نديا عبدو مريم فرق جرجس ألدس استير غطاش شيرين جرجس فرق إبراهيم زهور ميخائيل صبحي برسوم سوزان عوض الله نديا مشري مها سمير شيرين شاروبيم تفضل يا رب نحوسهم أجمعين في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب علوم في موضع الخضرة على مرة أردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة وتنوت في نور قديسي يا رب فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وانعم علينا بسلامك إلى التمام كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل وإلى
دار الدهور آمين. كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الوحيد والروح القدس بارك وسلام لجميع. نشكر الله الاب ضابط الكل وربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح لانه جعلنا لنا الان ان نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع ايدينا الى فوق ونقدم اسمه العظيم القدوس. هو ايضا فلساله أن يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار الإلهية غير الميتة. اليوم إلهنا عمانوئيل حمل الله الذي يحمل خطية العالم كل الجالس على عرش مجده الذي يقف أمامه جميع الطغمات. السمائية كيريا ليسون كيريا ليسون سب
الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجد له رؤساء الملائكة الأربعة الكائنات غير المتجسدين يقولون تسبعة الثلاثة التقديسة والأربع والعشرون قسيسا جلوس على كراسيهم وأربع وعشرون إكليل ذهب على رؤوسهم وأربع وعشرون مجمرة من دهب في أيديهم مملوءة بخورا الذي هو صلوات القديسين يسجدون أمام الحي إلى أبد يسبحون الرب قائلين قدوس 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 أمين هللويا نحن أيضا نسجد للثالوث القدوس نسبحه قائلين قدوس الله إله ضابط الكل قدوس ابن الوحيد يسوع المسيح ربنا قدوس الروح القدس الباركليت أمين هللويا مقدسة ومملوءة مجدا هذه الذبيحة التي ذبحت عن حياة العالم كله أمين هللويا مقدسة مملوءة مجدا والدة الإله الطاهرة العذراء مريم قائلا جسدي ماكل حق ودمي مشرب حق من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون في وأنا أكون فيه نسألك يا سيدنا طاهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا بقلب طاهر
وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت لو بدل بغير خوف نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين فين بخريستوس إيسوس بنشوي Enobion son kyrie Irene basi Eto pnevmati son اذكر يا رب ضعفي أنا أيضا واغفر لي خطاياي الكثيرة حيث كسر الاسم فلتكسر هناك نعمتك من أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك يا رب من نعمة روحك حاللني حال سائر شعبك من كل خطية اكتب أسماءنا يا رب مع كل قدسيك في ملكوت السماوات اذكر يا رب سلام كنيستك رئيس كانتنا البابا أنبات أضروس شريك وأنبات مساوس اذكر بابونا دوماديس المرتلين والشمام صار خدام العامل في حق الخدمة اذكر يا رب المرضى اشفيهم حزان القلوب عزيهم الأرامل والأيتام علهم اللي في ضيقة يا رب في كديتهم واللي في المشاكل حل مشاكلهم اذكر شعبك وولادك الواقفين أمامك بعيدين عنك قربهم يا رب لحظرتك والمس قلوبهم اذكر يا رب كل نفس جاءت إلى هذا المكان الطاهر طالب على اسمك لا تردها فارغ اعطينا يا رب صوما طاهرا نقيا مقبول امامك اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها مين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات للقديسين فلوغيتوس كيريوس يسوس خريستوس يوسي واجياد ابن ماجيون امين صوباناجيوس باتيرس صوباناجيوس يوس انتو باناجيون ابن Amen. Irene Bosi. Kentum Neumantis. Amen. Τιμιόν σώμα καέμα λυσινόν Ιησού Χριστό το Υιό του Θεού εμόν αμήν. اعترفوا لنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح
أخذوا من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة لنا القديسة الطاهرة مريم، جعل واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اطراف لا اطراف حسنا بلا اصل، وسلموا عنا على خشب الصليب مقدسه بارادته، واضعوا عنا كلنا بالحقيقه امين ان لاهوت لم يفارن اسود لحظه واحده ولا طرفتين، يقطع عنا خلاصا وغفران الخطايا حياه بديه لمن يتناول منه امين امين ان هذا هو بالحقيقه امين 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 ان هذا هو بالحقيقه امين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نسكنهم في بيت الرب سلام، ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم، رتلوا بنشيد قليل الليل ويا صلونا للتناول بالصحقات من هذه الأسرار المقدسة السماوية الزكية لمغفرة خطايانا يا رب ارحم. زوكساسي كيري زوكساسي. بسم الله مبارك الآت بسم الله سبحوا في جلال قوته سبحوه ككسرات عظمتي